أنني ذهبت إلى الكعبة معتمرا بعد أن أتم الحجاج بناءها الجديد كما أمرت. نعم. وأثناء الطواف التقيت بالصحابي الجليل الحارث بن ربيعة، فقلت له: كيف يكذب عبد الله بن الزبير على أم المؤمنين فيدعي أنه سمعها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. وهل علق الحارث بشيء؟ نعم، قال: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا نفسي سمعت أم المؤمنين عائشة تحدث بهذا. إذن فعبد الله بن الزبير كان صادقا. هذا ما عرفته أثناء العمرة، وأقسم لو عرفته قبل أن آمر الحجاج بهدم الكعبة وتغيير وضعها لتركتها على ما بنى ابن الزبير. لقد انتهى الأمر الآن يا أمير المؤمنين، وليغفر الله لك هذا الخطأ غير المقصود. منذ ذلك الحين وأنا في قلق وحزن أليم. لماذا لا تستقدم كبار العلماء والفقهاء وتسألهم في الأمر؟ لقد فعلت، وأكدوا لي صدق الرواية التي تحدثت بها عائشة رضي الله عنها. ألم ينصحوك بشيء؟ لم أسألهم النصيحة. لماذا؟ لست أدري لماذا لم أسألهم، لست أدري لماذا لم أسألهم. لقد أخطأنا والله إذ أذنا للحجاج بتغيير بناء عبد الله بن الزبير، وإني لنادم على ذلك أشد الندم، وإن نفسي لا تطاوعني على الصبر وترك الخطأ. أصلح الله أمير المؤمنين وأعز خليفة المسلمين، وجعل صلاح الإسلام وعزته على يديه. إنما حدث قد حدث، وما كان قد كان، بلا قصد ولا سوء نية. هذا دون شك، ولا عليك في ذلك من بأس ولا ضرر على المسلمين منه إطلاقا. بل هناك ضرر أيها الشيخ. كيف؟ المسلمون يطوفون بالبنية القائمة على فهم أنها هي كل الكعبة، ولا يعرفون حجر إسماعيل، وطوافهم بهذه البنية المكسوة ليس طوافا شرعيا. وما هو الطواف الشرعي؟ هو ما يشمل حجر إسماعيل والبنية المكسوة، لأن مساحة الكعبة هي ما قام عليه البناء وحجر إسماعيل. بهذا يتأكد عندي أن عبد الله بن الزبير رحمه الله قد حقق ببنائه الكعبة رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم، وأعاد الكعبة إلى وضعها الذي كانت عليه عندما قام إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام برفع قواعدها بأمر الله. يا هذا
فأنا لا أستطيع الصبر أبدا على نقد ما أراده الله ورسوله. لا عليك يا أمير المؤمنين، فأنت خليفة المسلمين ومن حقك أن تغير وتعدل كما تريد. لا، ليس من حقه أيها الشيخ، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما بالنا وهذا أمر يتعلق بالكعبة المشرفة، وهي أول بيت وضعه الله للناس على الأرض مسجدا ومتعبدا. اطمئن يا ابن عمر، وأعلم أنني في معاناة قاسية مريرة، وسوف لا أستريح أبدا حتى أكفر عما جنيت. مولاي، إن هذه المعاناة المريرة القاسية تكفير في حد ذاتها. لا، ولا بد أن أحاول إصلاح الخطأ بهدم الكعبة وتغييرها كما بناها عبد الله بن الزبير. حذاري يا أمير المؤمنين، حذاري. ماذا تقول؟ حذاري أن تبس الكعبة بسوء أو تحاول أن تفكر في شيء من هذا القبيل. ولماذا؟ الكعبة ليست ملعبا للملوك والأمراء، وليست رهن أمرهم أو تحت رغباتهم. هذا يهدمها وذاك يبنيها وثالث يغير ويعدل فيها. ولكنني أريد الإصلاح، أريد الإصلاح يا قوم. حتى ولو كان الأمر كما تقول يا أمير المؤمنين، لقد حذرناك، والويل لك إن تجاهلت هذا التحذير أو ضربت به عرض الحائط. بل الويل لكم جميعا إن لم تجدوا لي مخرجا من هذه المحنة التي تطبق على عقلي وتوشك أن تزهق روحي. هيا يا قوم، هيا. هون عليك يا مولاي، فالأمر أهون مما تتصور وتصور. كيف أيها الشيخ الوقور، كيف؟ وما هو الحل؟ اجلس واهدأ واستمع إلي. تكلم أيها الشيخ. أولا، هؤلاء العلماء ليسوا على شيء من العلم، وهم أهل نفاق وخسة وشقاق، ولا بد من القضاء عليهم. القضاء عليهم؟ قتلهم. كيف أيها الشيخ؟ لو أنك أمرتني بقتلهم لأريتك يا مولاي كيف يكون ذلك. أنا لا أسألك عن قتلهم كيف يكون، ولكنني أسألك كيف أقتل هذا العدد من علماء المسلمين دون ذنب أو جريرة. إنني بذلك أعرض نفسي لسخط الناس في كل الممالك الإسلامية. من السهل أن توقعهم في الخطيئة وتظهرهم للناس في أقبح الصور ثم تحرضهم على قتلهم. وعندئذ سيمزقونهم تمزيقا ويشربون دماءهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله مما تشير به علي. أنت لست شيخا وقورا كما تخيلتك، بلى أنت إبليس. أين اختفى هذا اللعين؟ أين اختفى؟ أين؟ أنت يا أيها الله، أين ذهب؟ أين ذهب؟
الذي ذهب يا مولاي؟ إبليس اللعين، لقد كان هنا منذ لحظة. تعال تعال نجلس. لقد كان هنا، ألم تريه؟ لا، ولا أحب أن أراه. عاتكة، إنني أحدثك جادا صادقا، لا أسل. وأنا أيضا أحدثك جادة صادقة ولا أهزل. صادقة؟ لا تهزلين؟ الويل لك يا عبد الملك. الويل لك يا عبد الملك. لا أمن ولا أمان ولا إسلام. لا بد أن أجد لهم ما يتصارعون من أجله. وكيف يكون ذلك؟ عجبا لك يا حبب، أتسألينني أنا مثل هذا السؤال؟ التمس لي العذر، فقد رأيت الفتنة تموت بين ربوعهم. الفتنة لم تمت، لقد أخمدها الحجاج بعنفه وقسوته وبطشه الجبار، وإني أعرف دائما كيف أشعلها من جديد وأجعلها تسعى بينهم. ماذا بك؟ لأستأنف العمل بقوة ونشاط. أما أنا فسوف أنتهز فرصة خلودك إلى الراحة لأقوم بجولة حول الأرض. ألست في حاجة إلى الراحة والاستجمام أنت أيضا؟ لا، إني في حاجة إلى زيارة لإخوتي وأخواتي. ولكن إياك ثم إياك أن تحاول الذهاب لأمك أو الاتصال بها. أمي، ألم نتفق على عدم الذهاب إليها أو الاتصال بها؟ هذا مجرد تحذير، أتفهمين؟ نعم أفهم. Thank you.
كما أتمنى أن ألتقي بك، أتحدث إليك كما أتمنى أن أعيدك إلى أبي. لا، لن أعود إلى أبيك، لن أعود إلى الظلام والضلال بعد أن عشت في النور والهدى والحق. كنت أتمنى أن تكون لهفتك على رؤيتي، لأني أمك الطائعة التي ترغبين في العودة إلى صدرها والسير على نهجه. ويلاه، مكانك! من الساعة أنت هذا الطائر الجميل، ولا عمل لك إلا الغناء بجميع اللغات. خذ يا دلال، هذه الآلة لك. شكرا شكرا يا مولاي، والله قد قمت في شوق لهذه الآلة. لقد اطلعت على ما في نفسك وجئتك بما ترغبين. أتطلع على الأفئدة يا ابن العم؟ كيف لا، وهو أبو طاهر القرمطي. لقد نلت إعجابي يا دلال. ما أسعدني بهذا الشرف يا مولاي. ما هذا يا أخي، في كل يوم لك عروس جديدة. أليس من حقي أن أعيش الحياة وأنعم بأجمل ما فيها؟ أجل أجل، ولكن لا تحاول، لا تحاول، إنني أفضلكم عقلا وأكثركم علما وأقواكم جسدا كفى يا ابن العم كفى. ألا تعترفون بأن لي صفات خاصة أتميز بها عليكم، وأن هذه الصفات هي التي تؤهلني لسيادتكم؟ دون شك، ولكنك ابن عمي. ماذا تريد بقولك هذا؟ أن تشملني بعطفك، تمنحني بعض ما تستمتع به من ملذات الحياة. حسناً حسناً، لقد تنازلت لك عنها. أتقول حقاً؟ وهل يقول أبو طاهر القرمطي غير الحق؟ صدقت، إني ذاهب إليها. لولا شاربه وذقنه لقلت إنه طفل صغير. مولاي 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 وسيدي أبا طاهر. ما وراك يا نون؟ بالباب رجل ظاهر الوجاهة والعقل، مهيب الطلعة، يقول إنه قد سمع بك وحمد صفاتك، فجاء يتشرف بمعرفتك ويسعد بلقائك. أدخله على الفور. على الفور يا مولاي، على الفور، على الفور يا مولاي، على الفور. السلام على سيد السادة وعظيم القادة، الفارس المغوار والبطل الذي لا يشق له غبار، أبي طاهر القرمطي الجبار. وعليك السلام أيها السيد الأمام.
من أي البلاد جئت؟ من كل مكان على الأرض. كيف هذا؟ إنني تاجر من كبار التجار يا مولاي، ولي في كل بلد دار وإقامة. ومن الذي دلك علينا؟ كثيرون يا مولاي، ما نزلت بلدا من البلاد إلا وسمعت الناس يتحدثون عنك، بل إن منهم من يتساءل. يتساءل؟ يتساءل. يتساءل عن أي شيء؟ يتساءل لماذا لا يسود هذا الرجل الناس ويصبح حاكما للدنيا. حاكما للدنيا؟ ماذا تقول؟ إن من صفاتك وقدراتك وإمكانياتك ما يؤهلك لأن تسير دفة الوجود. أليس هذا ما سبق وتوقعته لك يا مولاي؟ أجل، ولقد دار كل هذا في رأسي، ولكن كيف يمكن تحقيقه؟ دع الأمر لي يا مولاي. حسناً حسناً، ولكن ألا يشغلك هذا عن تجارتك؟ كل شيء يهون في سبيل تحقيق الخير والسعادة للناس. حقاً يا مولاي. وإني لأبدأ صداقتي لك يا مولاي بتقديم هدية عظيمة ما ينبغي أن تهدى لغيرك. وما هي؟ هذا الطائر المغرد بجميع اللغات يا مولاي. ما أجمله! وكيف يغني بجميع اللغات؟ هذه طبيعته التي جبل عليها. دعنا نسمع منه غناء فارسيا أو هنديا. فليطلب منه مولاك ما يشاء. غنينا بالهندية أيها الطائر. عجيب الأمر هذا الطائر. هو ذاك، ولكن إياكم أن تفتحوا باب القفص، فإنه يطير ويستحيل علينا بعد ذلك إعادته. سأصدر أمرنا ألا يقترب منه أحد غيري ونون. يا ما اسمك أيها الصديق؟ من اليوم سيكون اسمي عبد المهدي. ماذا؟ عبد المهدي يا مولاي، أي عبدك. عبدي أنا؟ أجل، أنت المهدي وأنا عبدك وخادمك المطيع. ما هي القصة بالضبط؟ دعني اليوم في ضيافتك لأستريح، وليكن موعدنا الغد
لأروي لك القصة من بدايتها. كما تشاء يا عبد المهدي. يا عبد المهدي، تحافظوا على عهودكم معهم أو تأخذكم بهم رحمة. ألا يحافظ المهدي على تعهده ويحفظ كلمته؟ أنت يا مهدي سيد الناس جميعا، ولك أن تفعل ما تشاء. والعهد الذي أعطيناه لجماعة منصور الديلمي ألا نفي به؟ لا داعي للوفاء به، النقد أفضل. لا لا لا، أحب أن تكون كلمتي هي العليا دائما، ورأيي هو الرأي الصائب، وحكمي هو الحكم النافذ الذي لا نقد فيه ولا إبرام. أنت هكذا؟ رضي الناس أم أبوا؟ وأنت ترى ما أفعله بكل من يأبى الانصياع لأمرك والدخول في دعوتك. وماذا عني أنا؟ أنا يا ابن العام؟ أنت المدثر، وعليك أن تقوم فتنذر. أنذر من؟ تنذر الناس في البلاد الأخرى، فإذا رفضوا قطعنا رؤوسهم. المدثر، سمعتها من قبل. أين يا نون؟ أين يا نون؟ إنها سورة من سور القرآن. أجل أجل أجل، وما شأني أنا بها؟ أنت المدثر يا عيسى؟ كيف يا سيدي؟ أنت المقصود بالصورة؟ ما رأيك يا ابن العام؟ هو ذاك، نفذ كل كلمة يقولها بالحرف الواحد ودون اعتراض. ولكنني لا أعرف كيف أواجه الناس ولا كيف أنذرهم. سأتولى تعليمك وأضع فيك كل كلمة أريد أن تقولها للناس. حسنا، فلنشرب كأسا تحية لمن أصبح المدثر. لقد أصبحت شيئا هاما يا عيسى. اسكت يا عيسى لأتكلم أنا يا مدثر. أنت ظل سيدك يا نون. نعم. ظل سيدي؟ نعم، ستكون خلف المهدي أينما ذهب، وفي يدك اليمنى المبخرة، وفي اليد اليسرى الطيب. والآن أيها المهدي، بقي أمر هام جدا لا بد أن نتفق عليه. وما هو؟ أن تكون لك كعبتك الخاصة بك.
كعبتي الخاصة دار فسيحة في وسطها كعبة يفد الناس إليها من كل البقاع ليطوفوا بها ويلبوا عندها باسمك. عظيم عظيم، ما رأيك أن نجعلهم يدلفون إلى داخلها ليتشرفوا بالسلام علي وتلقي البركات مني؟ بخن بخن يا مهدي، وسوف أجعل لك بداخلها مجلسا فخما مهيبا وعرشا أنيقا من الذهب والفضة والجوهر. ألا تجعل لي أنا شيئا؟ اسكت يا مدثر، لا تقطع الحديث علينا. ثم ماذا يا مهدي؟ سنبدأ في إقامة هذه الدار غدا، وسوف نسميها دار الهجرة، ونجعلها آية من آيات البناء، بل تحفة تتراجع أمامها تلك الكعبة القائمة في مكة. بخن بخن يا مهدي، يا منقذ البشرية من الضلالات والخرافات. يا صاحب النور والضياء، ويا صاحب الأيادي البيضاء، لقد طافت برأسي فكرة أخرى يا صديقي. هاتها يا مهدي. بعد أن نبني هذه الدار ننقل إليها من الكعبة الحجر الأسود والباب الذهبي والميزاب ومقام إبراهيم وقبة زمزم وكنوز الكعبة وأموالها. بخن بخن يا مهدي، إنها فكرة رائعة، بل أكثر من رائعة، وإن فيها القضاء على كعبة مكة ومحو كل ما بها من قداسة في النفوس. صدقني يا شيخ علي، إنه الهول. لا أفهم شيئا يا أمة الله. أبو طاهر القرمطي الفاجر الفاسق، ماذا فعل؟ يهاجم أحياء مكة وبيوتها بجيشه. قاتله الله وقتله. لقد رأيت رجالا وهم يقتحمون البيوت فيقتلون الرجال ويسبون النساء وينهبون كل ما تخوا عليه أيديهم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لقد قتلوا أكثر من 30,000 رجل من أهل مكة ومن الوافدين إليها للحج. وماذا فعل الباقون؟ هربوا إلى جبل أبي قبيس واعتصموا بقمته. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أيها الناس، أيها الناس، كفوا عن هذا الدعاء وإلا فالويل لكم. ماذا تقول أيها الملحد زنديق؟ أقول كفوا عن هذا الدعاء وإلا أطاحت سيوفنا بأعناقكم. ويلك، هذا كلام يقال في بيت الله الحرام لأمير مكة؟ لا أمير اليوم غير هنا، أنا أبو طاهر القرمطي الأمير والحاكم وصاحب الأمر والنهي في رقابكم جميعا.
اقتلوهم واحصدوا رؤوسهم حصدا، لا تدعوا واحدا منهم ينجو بنفسه. أتفعل هذا ونحن عزلوا من السلاح وقد جئنا لأداء فريضة الصلاة؟ اليوم يوم القتل والذبح، هيا من أنت لتقتل الأبرياء وتمنع الصلاة في بيت الله؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. لقد حججنا حجة جاهلية محللة، لم نبق شرقا ولا غربا، وإن تركنا بين زمزم والصفا جنائزة لا تبغي سوى ربي يا رب. حقا، ولسوف يسعد صديقك بما فعلنا سعادة كبرى. إنه عبدي عبدي، ألم تسمعه يقول ذلك بنفسه؟ كلنا عبيدك يا مهدي. أرجو أن يكون قد انتهى من إعداد دار الهجرة على النحو الذي أريد. لابد من ذلك، لقد أحضرنا كل جميل في الكعبة لنزين به دار الهجرة. يكفي أننا أحضرنا الحجر الأسود. صدقت، فهذا الحجر سوف يغري الناس بالقدوم إلى هجر والحج إلى دار الهجرة. سأجعل من هجر مقصدا للناس، سأجعلها قبلة لجميع البشر. لماذا تأخر القوم؟ يبدو أن شيئا قد حدث فعطلهم. هيا إلى الجهاد لنعود إليهم فنطمئن عليهم. هيا. أبا طاهر، سيدي أبا طاهر. ماذا حدث يا نون؟ هذا هو الجمل العاشر الذي هلك تحت الحجر الأسود يا مهدي. لماذا؟ لا أدري لماذا، ولا أدري كيف نحصل على جمال أخرى. ما أغباكم، الجمال في كل واحة مررنا بها أصحابها رفضوا بيعها. بيعها؟ أتريد شراءها؟ أجل يا مهدي، أحصل عليها بالقوة، أقتل في سبيل الحصول عليها. لابد أن يصل الحجر الأسود إلى هجر مهما كلفنا الأمر. أمرك يا مهدي. لم أفك أسرك وأعيدك إلى وضعك الطبيعي لأنني في حاجة إليك. إذن لماذا لم تترك لي كما كنت طائرا جميلا أغرد بكل اللغات؟ أريد أن تشهدي أمجاد أبيك، أن تشاركي في انتصاراته العظيمة. انتصاراته العظيمة؟ على من؟ على بني البشر. لقد جعلت القرامطة يقتلون الألوف في مكة والبيت الحرام، وجعلتهم يسرقون الحجر الأسود ويحضرونه إلى هنا. يحضرونه إلى هنا؟ لماذا؟ لكي يوضع في غير مكانه، وبذلك تنقلب الأمور وتختل الموازين. أنا لا أفهم شيئا.
لقد حرمت الكعبة من أعز ما فيها من الحجر الأسود. أتعرفين ماذا يفعل المسلمون في غياب الحجر الأسود؟ لا، ماذا يفعلون؟ مولاي المهدي، ماذا يا صديقي؟ أراك الليلة ساهما واجما غارقا في التفكير. الحق أني في ضيق شديد. أتشعر بالضيق في يوم الاحتفال بدار الهجرة ووضع الحجر في مكان بها؟ كنت أعتقد أن يشترك عبيد الله صاحب المهدية في إفريقية معنا في هذا الاحتفال، ولكنه لم يحضر ولم يرد على كتابي إليه. من يدري، لعل الكتاب لم يصل إليه بعد. لا، لقد أرسلته مع ثقة من فترة كافية لوصوله. لا بأس، عد إلى مرحك وسعادتك، وسوف أتقصى الأمر غدا وآتيك بالحقيقة. مولاي، مولاي وسيدي يا أبا طاهر. ما وراك يا نون؟ كتاب من عبيد الله صاحب المهدية بإفريقية. المعجب من كتابك أنك تمتن علينا بما ارتكبت باسمنا من جرائم في حرم الله وجيرانه، بالأماكن التي لم تزل الجاهلية تحرم الدماء فيها وإهانة أهلها. دع هذا الكتاب، لا تتم قراءته، بل أتمها لأعرف كيف يقيم ما قمنا به من عمل عظيم، ثم تعديت ذلك إلى أن قلعت الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ثم حملته إلى أرضك ورجوت أن نشكرك على ذلك، فلعنك الله ثم لعنك. السلام على من يسلم المسلمون من لسانه ويده. مولاي، هذا رجل حقود يغار من نصرك العبقري، ولعله ساخط عليك لأنك لم تستشره قبل ذهابك إلى مكة، ولعله كان يريد أن ينسب هذا النصر إلي. كيف تجرأ ولعنني؟ كيف؟ مجنون، والمجنون يتجرأ على السلطان. مجنون حاقد تملكته الغيرة، فلا تأبه بما كتب ولا تحفل به. لا لا، لا بد من حسابي وعقابه.
فلنفكر في هذا غدا أو بعد غد. ودعني أقدم لك أجمل جارية على وجه البصيرة. ادخلي يا حبب. معكم. هيا بنا يا حبب. لا 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 تتركني وهذه الآلام يا صديقي. صديقك؟ إنني أعدى الأعداء وقد سخرتك كما أشاء، ولم يعد لي هنا بقاء يا أغبى الأغبياء. يا عبد المهدي، يا عبد المهدي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.